مشاهدينا، تقيم الجمعية الخليجية للتربية المقارنة مؤتمر إعادة النظر في الإصلاح التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرة على الماضي لإعلام المستقبل بمشاركة الخبرات في مجال الإصلاح التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي والخبرات العالمية لعرض التجربة الخليجية والاستفادة منها. والحديث أكثر حول أعمال المؤتمر، رحب باسمكم مشاهدينا بأستاذ مساعد في التربية المقارنة في قسم الأصول والإدارة التربوية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأيضا رئيسة الجمعية الخليجية للتربية المقارنة الدكتورة عهود العصفور. الدكتورة حياك الله معنا في برنامج مساء خير كويت. الله يحييك عزيزتي، مشكورة على الاستضافة وإتاحة الفرصة للحوار ونتناول الكلام على المؤتمر. حياك الله دكتورة. في البداية ودنا تكلمينا عن إقامتكم لهذا المؤتمر، وهو إعادة النظر في الإصلاح التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرة على الماضي لإعلام المستقبل. طبعا هو المؤتمر الدوري لجمعيتنا الجمعية الخليجية للتربية المقارنة، نعم، اللي تم تأسيسها في عام 2008. حرصت الجمعية من بدايتها أو من بداية تأسيسها بحكم طبيعتها الإقليمية على أن تكون الاستضافة للمؤتمر بصورة متنقلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، واللي في الغالب ما تكون اهتماماتها وتحدياتها التربوية مشتركة. والمؤتمر هذه السنة طبعا راح يكون المؤتمر التاسع، ولكن هو المؤتمر الثاني اللي استضافته دولة الكويت. نعم. طيب الدكتورة، أكيد ودنا نركز على هدف أو الهدف من إقامة هذا المؤتمر. أهم هدف طبعا للمؤتمر هو توفير منصة للحوار الأكاديمي المثمر وتبادل الخبرات والتوصل لتوصيات للجهات المعنية من التربويين وصناع القرار، مع التركيز في هذه السنة بالأخص على موضوع إصلاحات الأنظمة التربوية اللي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات والاستفادة من التجارب المختلفة اللي مرت علينا. نعم دكتورة، متى راح يقام هذا المؤتمر، وهل طريقة إقامته راح تكون عن بعد بزوم أو غيره من البرامج، ومن المشاركين في هذا المؤتمر؟ طبعا بإذن الله سيبدأ يوم الأحد القادم، راح يكون على 3 أيام، راح يبدأ من 21 ل 23 مارس. نعم. سيكون بصورة افتراضية من خلال موقع تم تحضيره خصيصا إعدادا لهذا الغرض، لتوفير منصة لجميع أو لجمع كافة الجلسات والمتحدثين وأوراقهم والتي سيتم تقديمها. طبعا سيستضيف المؤتمر متحدثين رئيسيين من جامعات عالمية عريقة ومن الخليج وبالكويت بالأخص، للاستفادة ومشاركة الخبرات فيما يخص موضوع الإصلاحات التربوية. نعم. إذن ماذا عن المحاور أو المواضيع اللي راح يتم التركيز عليها من خلال هذا المؤتمر؟ طبعا احنا قسمنا الأوراق أو مواضيع الأوراق اللي تم تقديمها للمشاركة في المؤتمر في 3 محاور على 3 أيام. المحور اليوم الأول راح يغطي تقريب وجهات النظر بين الماضي والمستقبل حول التعليم. اليوم الثالث راح يتحدث عن فرص التطوير وتبادل الخبرات، ركزنا على دراسات المقارنة والاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية. محور اليوم الثالث طبعا تركيزه أكثر شيء على مستقبل التعليم خلال زمن كورونا وما بعدها، عن طريق تغطية التحديات التعليمية خلال الجائحة، كيفية التعامل مع الوباء والدروس المستفادة من هذا الوباء. نعم دكتورة، المؤتمر يحمل عنوان إعادة التفكير في الإصلاح التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، كلمينا عن عنوان هذا المؤتمر. طبعا الجمعية في ندوتها الأولى اللي اتعقدتها في عام 2010، نعم، حتى عامنا الحالي، التي ركزت على ذات الموضوع نفسه اللي هو الإصلاحات التعليمية. مرت المنطقة في كثير من التجارب من الإصلاحات التعليمية، لذلك ارتئينا في هذه الفترة بعد 10 سنوات أنها فترة كافية لإتاحة الفرصة مرة أخرى في مؤتمرنا الحالي لهذه السنة على أن نسلط الضوء على هذه الإصلاحات. ما هي أهم التحديات التي واجهتها للاستفادة من التجارب والخبرات التي مرت فيها دول المنطقة، بالإضافة للخبرات العالمية بحكم أن مؤتمرنا دولي ويشارك معنا متحدثين من جميع أنحاء العالم. نعم دكتورة، ذكرتي في حوارك أن هذا المؤتمر مو أول مرة يقام. طيب ودنا يعني نعرف شنو جديدكم لهذا العام؟ طبعا الجديد بلا شك هو الصورة الافتراضية بدل المشاركة الحضورية المعتادة لمؤتمراتنا، ولكنها طبعا فرصة للتعريف بالجمعية لشريحة أكبر من المجتمع الأكاديمي الخليجي وإبراز دورها في المنطقة، والذي استمر لأكثر من 10 سنوات. هي منصة للحوار وتبادل الخبرات، لابد من تنظيفها بصورة فعالة أكثر. نعم. في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. وأكيد بعد أي مؤتمر هناك توصيات تخرجون فيها، شنو التوصيات المرجوة من خلال هذا المؤتمر بالتحديد؟ نتمنى والله نوحد الرؤى في المنطقة بهدف تطوير منظوماتنا التربوية وإبراز مواطن الخلل ورفعها للمختصين وأصحاب
القرار لتوفير منصات ممكن الاستفادة منها. نعم دكتورة، تدرين أن احنا يعني حاليا في جائحة وفي وباء فيروس كوفيد 19، هل أثبت وباء فيروس كوفيد 19 تحديا كبيرا لأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم؟ بلا شك، ولا زال، ولكن الأنظمة مستمرة في محاولة التغلب على هذه التحديات المتغيرة بصورة سريعة مع تطورات هذا الوباء. فكل نظام من هذه الأنظمة أو كل دولة تعمل جهدها للتغلب على هذه التغيرات، وبطريقة فرض استمرار أو بهدف استمرار العملية التعليمية بشكل بالأخص. نعم، بما أنك ذكرتي التغلب على المشكلات، شلون ممكن التغلب على المشكلات اللي واجهتها أنظمة التعليم خصوصا خلال هذا الوباء؟ اللي علمتنا اياه الجائحه هو لازم ان نكون مستعدين استعداد تام لمواجهه التغيرات بصفه سريعه وطارئه لمواكبتها. نعم. ولازم تكون قراراتنا بصوره طارئه، وهذا شيء فرضت علينا الجائحه، والاستفاده من خبرات الغير بهدف استمرار التعليم وعدم توقفه كهدف رئيسي حاليا. نعم. ومن ثم ممكن الحديث عن الجوده بعدها. نعم دكتور عهود، كل الشكر لك، يعطيك ألف عافية على هذا اللقاء المميز. مشاهدينا، كل الشكر للدكتورة عهود العصفور، أستاذ مساعد في التربية المقارنة في قسم الأصول والإدارة التربوية في كلية التربية الأساسية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأيضا رئيسة الجمعية الخليجية للتربية المقارنة، على مشاركتها معنا في برنامج مساء الخير كويت. فاصل ونرجع، خليكم معنا.